تتأهب ولاية برج باجي مختار لتنصيب مجلسها الشعبي الأول بعد ترقيتها لولاية بكامل المهام. المجلس يشكل لبنة أساسية باعتباره المؤهل لاقتراح الخطط التنموية محلياً ومراقبة الميزانية وتوزيعها. سيكون إن شاء الله هذا المجلس بادرة خير على برج باجي مختار، وتكون هنالك أيضا الخدمة الفعلية والنوعية المنشودة من طرف أي مواطن برجاوي. ولاية برج باجي مختار قد تعززت بهذا المكسب الذي ينتظره كل المواطنين بهذه المنطقة التي تعتبر منطقة حساسة ومنطقة حدودية، واليوم كل المواطنين يطمحون من مجلس الشعب الولائي فتح ملفات التنمية. ومن أجل تجسيد البرامج التنموية القطاعية والمحلية، تم على مستوى الولاية تنصيب 23 مديرا تنفيذيا، والعملية مستمرة إلى حين استكمال تعطير جميع المديريات. نحن في قاعة مداولات المجلس الشعبي الولائي لبرج باجي مختار، إن شاء الله هذا هو المقر نتاع الذي سيشغله المجلس الشعبي الولائي. وهذا يعني العملية عملية جد مهمة في إطار تنصيب الولايات الجديدة، وخاصة نحن على أبواب الانتخابات المحلية الولائية والبلدية. استفادت الولاية برج باجي مختار من برنامج هام جدا يتمثل في مقر الخزينة العمومية ومقرات المديريات. ورغم بعد المنطقة عن مراكز التموين، فإنها استطاعت أن تحقق العديد من المكاسب في مختلف المجالات التنموية.